مشاهدينا الكرام حياكم الله من جديد. نعم لازلنا معكم ووجيها بالحسين، وهذه الحلقة الخاصة بعيد الفطر المبارك مع مشترك آخر. نبقى معكم أيها الأحبة، والمشترك الآن سعيد حسان. اللجنة الكريمة، خدام الحسين جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. راضي شيل الزعل بين الناس. حلو. الله. شيل الزعل بين الناس، راضي عظم وبهاون الشمات، راضي علي المهم كون حسين. علي المهم كون حسين. راضي وباقي الناس لا ترضى علي. عيدة الى خادم الحسين مرتضى النصار. يا غاتم احسن عيدة وبهذا الطرف خادم نفسه هو هذا ما لهن نصبه. شيل الزعل بين الناس. غيرت لا تغيرت. راضي عظم وبهاون الشمات. راضي علي المهم كون حسين. راضي وباقي الناس لا ترضى علي. صلوات صلي على محمد وآلي. ارفع ايدك ووصل صوتك للنجف فدوى اروح لك مجور ان شاء الله. حبيبي مولى علي علي، 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 مولى مولى علي علي، مولى علي علي، مولى علي علي، ذكر علي العبادة علي علي. يا أبو تراب صرت مجنونك، سيد شلون أعيش بدونك؟ يا أبو تراب صرت مجنونك، سيد شلون أعيش بدونك؟ أنت غالي وغلات عيونك، أنت غالي وغلات عيونك، رغم الأحقاد ولي كرهونك، رغم الأحقاد ولي كرهونك. يا أبو حسين يا ضوى العين، يا أبو حسين يا ضوى العين، سيدي أنت الولي، سيدي أنت الولي، مولى علي علي، مولى جواب مولى علي علي، مولى علي علي، مولى علي علي. احلى الاعياد يا حيدر عيدك، احلى الاعياد يا حيدر عيدك، للشاعر كامل السعيدي. احلى الاعياد يا حيدر عيدك، احلى الاعياد يا حيدر عيدك، يلي رديت شمسنا بايدك، يلي رديت شمسنا بايدك، خالق الكون امير يريدك، خالق الكون امير يريدك، ربنا كل يوم كرامه يزيدك، ربنا كل يوم كرامه يزيدك، ربنا علاك حكمة انطاك، ربنا علاك
حكمة انطاك انت سيف المعتلي انت سيف المعتلي مولا علي علي 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 مولا علي الله الله تبقى مولاي رمز للشيعة تبقى مولاي رمز للشيعة نهجك نسير وبد من بيعه نهجك نسير وبد من بيعه واجب امرك علينا نطيعه واجب امرك علينا نطيعه كل سنة وياك نجدد بيعه كل سنة وياك نجدد بيعه كنا نهواك نبقى وياك كنا نهواك نبقى وياك انت حبنا الاولي انت حبنا الاولي مولا علي علي مولا علي اي مولا علي هلا مولا علي علي مولا لا تبرد انت اول خليفه ووالي انت اول خليفه ووالي تبقى للناس حبيب وغالي تبقى للناس حبيب وغالي راس ظل بيك يا حيدر عالي راس ظل بيك يا حيدر عالي يلي اسمك طبعت ببالي يلي اسمك طبعت ببالي عايش وياك ساكن حشاي عايش وياي ساكن حشاي يلصرت عنواني لي يلصرت عنواني لي مولا علي علي مولا لا تبرد اي مولا علي علي مولا علي علي الفخر مولاي طبع يا حلالك عطوة صغيرة الفخر مولاي طبع يا حلالك منك تغار بقت عن ذلك منك تغار بقت عن ذلك هذا الإسلام شهد بفعالك هذا الإسلام شهد بفعالك وإحنا لليوم نعيش بجالك وإحنا لليوم نعيش بجالك عشنا بحماك صعب ننساك عشنا بحماك صعب ننساك يا بعد روحوا هلي يا بعد روحوا هلي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي لك مولا علي علي مولا علي علي مولا علي صلوات الله صل على آلي محمد أحسنتم طيب الله أنفاسكم زين سعيد الحريشاوي طيب الله أنفاسك احنا سألنا لجنة التحكيم وسألنا لجنة الخبراء دكتور عماد قال خلوني آخر واحد نكمل لو تحكي دكتور كيفك حبيبي حياكم الله دكتور احنا نعلم يعني خصوصا احنا داخل الجو نعلم حجم المتاعب والتكلفة المالية الكبيرة التي هي في عين الحسين بكل تأكيد لكن أصعب ما يواجهكم في إنتاج برنامج وجيهاً بالحسين أول مرة نهني ونبارك للإمام صاحب العصر الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف عيد الفطر المبارك وكذلك نهني ونبارك إلى مراجعنا الكرام هذا العيد وإلى الأمة الإسلامية وبالخصوص إلى شعبنا العراقي وإن شاء الله شوفه بأمان ورفاهية بالنسبة للبرنامج انتم يعني جوز استاذ علي انت موسميين وسيد حسنيين تقريبا موسميين نعم. واغلب الاخوان هم موسميين او ثلاثه نعم انتاج برامج كبيره يحتاج لها جيش كبير صح على جميع المستويات نعم طبعا احنا نشكر لجنه التحكيم كذلك لجنه التدريب لان نعم. كان لهم الدور الاكبر باظهار هذه الاصوات يعني وما وتدري عمامنا خاف سيد فاقد ما يقبل يقول عمامنا باعتبار انا عمامنا الكبار تدري وقت التصوير 12 ساعه تحملونه وصبره بلجنه الخبراء وكذلك المعاناه لجنه التحكيم وتدري لجنه التحكيم كانت دقيقه باختيار الدرجات حتى لا ينظلم اي شخص يعني احنا اساسا بلجنه فرز الاصوات
اختارينا الأصوات الأجمل، يعني كل المتسابقين اللي شاركوا واللي شافهم الجمهور هم رواديد. نعم. والمرحلة الأولى كانت مرحلة اختيار الصوت، قبلها كانت مرحلة فرز الأصوات هي هم اختيار الصوت. نعم. بعدين أغلب المتسابقين اللي تأهلوا وفق ضوابط معينة المسابقة، واللي نعم. خرج وغادرنا مو معناته أنه هو متسابق ما قدر يوصل، لا صوته جميل ولكن شنو ما قدر يحقق الدرجات المطلوبة منه حتى يتأهل. والنظم والأسس اللي خلينا بهاي المسابقة بالنسخة الثالثة بعد ما الأخطاء البسيطة يعني اللي شفناها بالنسخة الأولى وبالنسخة الثانية عدلنا عليها، وبالنسخة الثالثة حتى لا يخرج أي متسابق عنده صوت جميل وداء جميل. طيب. والحمد لله والشكر قدرنا نوصل أصوات 12 من العراق وأربعة باللغة التركية أو باللهجة التركية، وأربعة باللهجة الفارسية أو ثلاثة باللهجة الفارسية، وثلاثة من الأهواز من الجمهورية الإسلامية، وثلاثة من لبنان، وعندنا 15 فتى. طبعاً إحنا الفتيان أنا من أحد الأشخاص اللي أحب الفتيان بالمسابقة يعني، ودائماً أدعمهم، ما حبيت أخلي ثلاثة يصعدون فقط، بس 15 يوصلون للحلقة النهائية، يعني هم كلهم أصواتهم جميلة حتى نشجعهم حتى نطورهم حتى يستفادون من هذا البرنامج. طيب. إذن على ذكر هذا الموضوع دكتور، هل ينتهي مشوار المتسابق في برنامج وجيهم بالحسين إلى حد إعلان النتائج، أم هنالك يعني مضامير أخرى ممكن أن تدعمهم قناة الكميل أو أن تسير بهم إلى مراتب أخرى؟ إحنا أساس قواعد البرنامج هي قواعد مدرسة، فتدرب كل برنامج ناجح بكل مسؤولية يحتاج عندك عدة مسؤوليات. إحنا الروادي شفناهم بالوجيهن بالحسين للنسخة الأولى، نعم. مهتمين بجزء من الرواديد، يعني الجزء الموجود الباقي اللي ما اهتمينا به هو طلب انه ياخذ طريق الشق، اما اللي طلب انه احنا نستمر به ونرعى فاستمرينا وقدمنا لهم الرعايه. وجيهن بالحسين بالنسخه الثانيه الشباب رعيناهم وصعتهم مجالس ونسوي لهم قصائد، وسوينا استوديو افضل استوديو بالشرق الاوسط حتى عد الطرف الاخر عد الفن ما موجود هذا الاستوديو، حتى نباهي بي انه احنا رد الحسينيه عندنا استوديو افضل من الاستوديو اللي موجود عند الطرف الاخر، فبالنتيجه احنا داعمينهم. الاخوان كذلك بهذه النسخه استوديو الكميل وقناه الكميل وموكب الكميل هو راعي لهم، واتفقنا مع اغلب رواديدنا الاعزاء يقرون مجالس انه لازم يصعد رادود من الرواديد اللي موجود ببرنامج وجيهن بالحسين، وانت شفت يعني وعاشرت انه كل رواديدنا جاي يسمحون بالشباب يصعدون. نعم. ونتأمل من بقية المواكب أنه ما يصعد أي رادود، إذا ما يصعد بي رادود واحد على الأقل دعم، نطلب دعم المواكب الحسينية الموجودة أنه ذول الشباب اللي طلعوا وجيهم بالحسين هو برنامج مو خاص بقناة الكميل. نعم. هو خاص بكل العالم، فأنت من جاي يشوف أنه هذا الشاب اليوم أدز على سيد فاقد يقرأ مجلس سيد فاقد راح يقرأ يمك حسين سعيد مقدم. نعم. حتى نساعدهم ونطورهم ويشوفون المجالس الكبار. أحسنتم. فإحنا ما راح نعوفهم إن شاء الله. نعم. مستمرين وياهم الآخر نفس. شكرا جزيلا، وإن شاء الله يتقبل أعمالكم ويجعلها في عين سيد الشهداء ويمد في هذا العطاء الكبير. شكرا جزيلا لكم. وجيها بالحسين.